السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. زراعة البطاطا في الماء. هذه لقطات من الجزء الأول والذي شرحنا فيه طريقة زراعة البطاطا في الماء، وهي طريقة جد رائعة لتزيين البيت بنبات متسلق جميل الأوراق يضفي جمالية على المكان الذي نضعه فيه، وبالأخص في المطبخ بالنسبة للسيدات. والصور التي تشاهدون خير دليل. رابط الجزء الأول أصدقائي لمن أراد معرفة الطريقة ستجدونه مباشرة أسفل هذا الفيديو. اليوم بحول الله سنتعرف على تطور هذا النبات وكيف أصبح شكله وطوله، فلنتوجه مباشرة للمطبخ ونرى. ما شاء الله، وكما تلاحظون أوراق البطاطا تنمو بشكل جيد وتتسلق نحو الأعلى وتضفي على المكان لمسة سحرية جميلة جدا. هذه هي جذور البطاطا التي زرعنا في الماء، واستمريت في تغيير الماء مرة واحدة فقط في الأسبوع. كما قلنا طريقة جد سهلة، فلا تفوتوا فرصة تجربتها. يكفي أن تحضر حبة بطاطا جيدة وتضع ثلثها في كأس من الزجاج، بعدها ستبدأ البراعم في النمو والتسلق. أتمنى أن تعجبكم هذه الطريقة والتي نقترحها بالأخص على السيدات لعملها في المطبخ. أشكركم كثيرا على الدعم والمتابعة. إلى اللقاء في فيديو قادم بحول الله.